بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، المجلس 11 في قراءة وشرح كتاب الفتوحات اليسرية في شرح عقائد الأمة المحمدية، وقد انتهينا من عقيدة العوام للشيخ أحمد المرزوقي، وما زلنا في الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير، ووقفنا على قوله صفحة 124، قول المصنف: لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي. يعني لو لم يتصف سبحانه وتعالى بالصفات القديمة، أنه قديم أول ليس قبله شيء، وهو بداية كل شيء وهو لا بداية له، لو لم يتصف بهذا لا أفضى إلى التسلسل. لو قلنا طب ربنا مش هو الأول، في حد قبله، طب واللي قبله، في حد قبله، واللي قبله، في حد قبله، إلى ما لا نهاية، ده يسموه التسلسل. والتسلسل اللانهائي ده العقل يحيل، لأن العقل اعتاد أن لابد لكل شيء أن يكون له أول، بحيث أنه يكون بداية، وأن الذي يكون بداية لابد أن يكون لا بداية له، وإلا أفضى إلى ما لا نهاية من التسلسلات. فهمت؟ وكذلك الدور اللي هو إيه؟ يعني لو لم يكن هو الأول، كان هناك أول معتمد على هذا الأول، فلا بد أن يكون هذا موجودا ليكون هذا موجود، وهذا محال برضه، لأن يؤدي إلى إيه؟ إلى أن الشيء معتمد على سبب فنائه ووجوده لآن واحد، واخد بالك؟ يسموه الدور، يعني تبقى كأنها حلقة مفرغة. لابد عشان يبقى ده موجود يبقى ده موجود، ولابد عشان يبقى ده موجود يبقى ده موجود، لابد عشان، فهمت ازاي؟ فده شيء يؤدي إلى الدور اللي هي الحلقة المفرغة، التي يعني معناها العقل ما يقبلش بهذه الصورة، ما يقبلش العقل إن يقول لابد عشان يبقى القديم ده موجود يبقى لابد في قديم معاه موجود، بحيث إن كل واحد من الاثنين مفتقر للآخر في وجوده، برضه ده يسموه الدور. يبقى يبقى التسلسل والدور محال عقلي، فلا بد ان يوصل لمرحله ان يبقى في بدايه لا بدايه لها، بدايه كل شيء اللي يسموها القدم. والقدم ضد الحدوث، الحدوث معناها حاجه ليها بدايه وكان قبلها لا شيء عبدا. فهمت؟ وعشان كده قال لك لانه يفضي الى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي، يعني الواضح. قال الشارح: لو لم تكن هذه الصفة اللي هي صفة القدم، اللي هي صفة الأولية، لو لم يكن قديما بلا أول، فإنه يؤدي إلى التسلسل الذي لا نهاية له، والعقد يحيل التسلسل، كقولك من خلق الخالق، فيقال لك خالق آخر، ثم نقول من خلق الخالق الآخر، يقال خالق ثالث، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا يحيله العقل. لابد أن يكون هناك خالق غير مخلوق صدر منه الخلق، فيكون أولا بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. والدور أي أن وجوده يعتمد على شيء، وهذا الشيء يعتمد على وجود الخالق، فتصير كالحلقة المفرغة التي هي العلة، ولا وجود للعلة إلا مع وجود المعلول كما قلنا، والخالق لا بد أن يكون معه مخلوق. فقالوا بقدم العوالم، لما خلوا العلاقة بين الله بصفة الخالقية مع الخلق علاقة علة ومعلول، يعني لو لم يكن معه خلق يبقى مش خالق، فطالما هو خالق لابد يبقى معه خلق من القدم، فقالوا بقدم العوالم، يبقى أثبتوا وجودان مع الله، وجودات مع الله. واحنا عارفين ان النبي قال كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيئا قبله، واضح؟ فاللي قالوا بالدور
يعني ان عله وجود الخالق لابد ان تكون موجود خلق، والا لو انتفى الخلق انتفى الخالقيه. قلنا لهم لا، الخالقيه صفه فيها صالحه، وقتما يريد اظهارها يظهرها، وقتما يريد ابطانها يبطنها. زي كده مديت لك مثال، انت دلوقتي قبل ما تتجوز فيك صفه، صفه الابوه باطنه، وقت ما تحب تظهرها بتعمل ايه؟ تروح تتزوج وتدخل بالزوجه، الزوجه تحمل، ينزل العيل يوقوق، بقيت اب. مش كده برضه؟ يبقى انت كنت قبل ما تتزوج اب من حيث الصلوح صالح ان تكون ابا. فاهم؟ فلما اردت ان تظهر هذه الصفه اظهرتها. كذلك الله صالح ان يكون خالق قبل ان يخلق الخالق، صالح ان يكون رازق قبل ان يخلق المرزوق، صالح ان يكون قاهر قبل ان يخلق المقهور. فاهم؟ وهكذا. يبقى هذه الصفات قبل خلق الخلق صفات صلوحية قديمة. فهم؟ لما أراد أن يظهر أثرها صارت تنجيزية حادثة. فهمت بقى؟ قلنا كده ليه؟ عشان لو خلينا العلاقة بين الصفة وأثرها علاقة علة ومعلول، يبقى جعلنا أثر الصفة لابد من وجوده لوجود الصفة، وانتفاء أثرها ينفي الصفة، فده يؤدي إلى الدور. فهم؟ واحنا قلنا ان العلاقه بين الله وبين الاكوان علاقه ايه؟ اختيار، يخلق ما يشاء ويختار، وليست علاقه عله ومعلول، والا افضى الى الدور. الفلاسفه قالوا بالدور، اللي هم ما اهتدوش بايه؟ بالشرع، عقله بس كده، قال لك طالما هو خالق لابد يبقى فيه مخلوق، فجعلوا المخلوق قديم، وقالوا ايه؟ ان العوالم قديمه ايه؟ بالنوع ليست بالذات، يعني في انواع عوالم قديمه مع الله منذ القدم لا بدايه لها، كما ان الله لا بدايه له، فقالوا بقدم العوالم، وهذا خطا، لانه هذا يؤدي الى الى الدور، والدور هي ايه؟ ان العلاقه عله ومعلول، لو انتفى الخلق انتفت صفه الخالقيه. فهمت ازاي؟ واحنا قلنا لهم لا، ده صفة الخالقية لا تفتقر لوجود الخلق في الخارج، بل هي صفة صلوحية يظهرها وقتما يشاء سبحانه. فهمت؟ وعشان كده قلنا والدور أي أن وجوده يعتمد على شيء، وهذا الشيء يعتمد على وجود الخالق، فتصير كالحلقة المفرغة التي هي العلة. الحلقة المفرغة دي اللي هي العلة، علاقة علة ومعلول. طالما في أب يبقى في ابن. فهمت بقى؟ وطالما في ابن يبقى في اب. دي علاقه عله ومعلول، لا يتصور العقل اب بغير ايه؟ ابناء، ولا يتصور ابناء بغير اب. فالعلاقه بينه عله ومعلول، لكن علاقه الله سبحانه وتعالى بما اوجده ليست علاقه عله ومعلول، ده علاقه اختيار، يخلق ما يشاء ويختار. عشان كده رد على ايه؟ على كلام الفلاسفه بايه؟ بقوله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا وجود للعلة إلا مع وجود المعلول كما قلنا، والخالق لابد أن يكون معه مخلوق. كل ده كلام الفلاسفة، فقالوا بقدم العوالم، وهذا محال، لأنك لو جعلت العلة سببا لمعلولها لجعلت المخلوق سببا للخالق، وهذا مستحيل. واضح؟ يعني جعلت الخالق مفتقر للخلق عشان يبقى خالق، يبقى انت ايه؟ خليته فقير للخلق، لولا الخلق مش هيبقى ايه؟ مش هيظهر. ما حدش قال كده، الفلاسفه قالوا كده، المسلمين ما قالوش كده. والعجيب ان نسب لابن تيميه اقوال تشبه اقوال الفلاسفه، فقالوا ان الله معه عوالم ايه؟ قديمه منذ القدم، قال بكلام الفلاسفه. ابن مين؟ ابن التيميه. ها؟ طيب، لأن ابن تيمية يعتبر فيلسوف في الحقيقة، هو فيلسوف مش عالم من علماء الإسلام بس، لا ده فيلسوف كبير جدا، وتأثر بكلام الفلاسفة، قال بالقوة المدعى، وقال بقدم العوالم بالنوع لا بالذات. فهمت؟ قال كده، والكلام ده اللي قال بيه قال بيه الفلاسفة، فهو متأثر بكلام الفلاسفة. فهمت بقى؟ فيبقى ده فيلسوف كبير قوي، والفيلسوف يقدم العقل على الإيه؟ على النقل.
واخد بالك؟ والعقل بدون نقل يشطح. يشطح يعني ايه؟ يجيله اوهام. لان العقل لو ما ظبطتوش بالشرع والوحي يشطح شطح بعيد، لدرجه ممكن كمان يعني ايه؟ يعني يفلسف الكفر. يقول لك مش ربنا غني وخلقنا؟ طب محتاج نعبده ليه يعني؟ مش محتاج نعبده. هو عبادتي هتزوده حاجه ولا هو محتاجها؟ يبقى مش محتاجها، خليك كافر. شفت بقى العقل يفلسف لك الكفر. فهمت بقى؟ فلا بد يبقى فيه. وبعدين يقول هو ربنا مش غني؟ طب افرض انت غني غنى كبير قوي غير متصور، وبتدي لواحد فقير كل يوم وجبه. عايز بقى الفقير ده ليل نهار يقعد يسبح بحمدك عشان بتديله وجبه؟ ده حتى لو شكرك على الوجبه كانه بيهزقك. يعني تديله طعميه تقول ايه يقوم ايه كل ما يشوفك؟ جزاك الله خير على الطعميه، جزاك الله خير على الطعميه، جزاك الله خير على الطعميه، وجيب سبحه جزاك الله خير على الطعميه، جزاك الله خير على الطعميه، 100 مره 100 مره 100 مره. انت لو شفته كده هتقول ايه ده بيهزقني. صح ولا لا؟ لكن الشرع قال لنا ايه؟ احمد ربك حمد كثير وهو ايه وانت فقير وهو غني. اه شفت الشرع اداك على خلاف منطق العقل. يعني ربنا يحب انك تحمده على القليل وعلى الكثير وتحمده حمد كتير. صح ولا لا؟ العقل يقول انا لو حمدت الغني وانا فقير حمدا كثيرا كاني ايه؟ بستنقص نعمته. فهمت بقى ازاي؟ ده العقل بيقول كده، لكن الشرع قال لك لا، ده انت لما تشكر ازيدك. شفت بقى؟ يبقى شفت بقى ان الشرع ساعات العقل لما تمشي بدون مقياس الشرع تفكر يوديك مكان بعيد قوي لدرجه يحلل لك عدم ذكر الله وعدم طاعه الله والكفر بالله وفعل ما تحب. شفت بقى ازاي؟ وبالتالي لابد ان يكون سقف العقل هو النقل. والنقل يعني ايه؟ يعني النبوه والوحي. وعلشان كده لابد يبقى في انبياء يوحى اليهم يقوموا يضبطوا العقل في طريقه التفكير. فهمت بقى؟ قول المصنف: فهو الجليل والجميل والولي والظاهر القدوس والرب العلي. فهو الجليل والجميل والولي، والجلال يقتضي ايه؟ الصفات اللي فيها نوع من القهر. والجميل والجمال يقتضي الصفات اللي فيها نوع من الود والرحمة. كويس؟ والولي يعني الناصر لعباده، يتولى أمرهم وشأنهم. والظاهر لأنه لولا ظهوره ما ظهر شيء. القدوس يعني المطهر عن كل ايه؟ ما لا يليق، بل مطهر عن حتى تنزيه المنزه. كويس؟ والرب العلي يعني هو الذي يرب كل العوالم كلها. ايه من والعلي؟ علو مكانه ورتبه ومنزله، لا علو مكان وايه؟ وحلول. واضح؟ الجليل الذي يجل عن كل وصف وعن كل تصور سبحانه وتعالى. والجميل الذي يتصف بكل صفات الجمال، وإذا اتصف بكل صفات الجمال والجلال كان عين الكمال ولا يتصور فيه نقص. والولي الذي تولى الأكوان بالإيجاد والإمداد والهداية، قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في كلام سيدنا موسى عليه السلام وجوابه على فرعون كلام كاف شاف. فالله يعلم الجزئيات والكليات والبواطن والأسرار وكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ربنا يعلم الجزئيات والكليات، يعني يعلم إيه؟ الدقيق والكبير. الفلاسفة بعقلهم قال لك إيه؟ هو يعلم الحاجات الكبيرة، لأنه مش معقول إله كده عظيم يعرف مثلا في كم نملة وفي كم صرصار في البلاعة. يعني مش معقول يعني علمه يبقى بهذه الدناءة يعني. طب انت عقلك لما وصله كده ليه؟ يبقى ما يعرفش، نسب الى الله ايه؟ عدم علم الجزئيات.
واثبتوا له علم الكليات. شفت عقلك من غير سقف الشرع ايه يوديك في داهيه ازاي؟ فقالوا ان الله يعلم الكليات وما يعلمش الجزئيات، لان الجزئيات حقيره والله مقدس ان يعلم الحقيره. شفت كلامهم؟ يبقى ايه كلامهم يودي في داهيه ولا لا؟ يبقى العقل بدون انبياء يروح في داهيه ولا ما يروحش في داهيه؟ يروح في داهيه. بدون، عشان كده ربنا ارسل لنا الانبياء. ما سبناش لعقلنا بس. والا هنروح في داهيه. فهمت؟ وعشان كده قال ايه؟ في سورة الأنعام سبحانه وما من ورقة إيه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى ورقة الشجرة لما بتسقط كده في كل، شوف الأرض فيها كم شجرة، حتى ورقة الشجرة اللي بتسقط من كل شجرة في كل لحظة ربنا يعلم إمتى هتسقط ومتى سقطت وعلى أين سقطت، كل التفاصيل يعرفها. فكثير زي القليل. وقالوا ايه العلماء؟ يقول لك يعلم دبيب النملة على الصخرة السوداء في الليلة الظلماء. فهمت ازاي؟ يعني يعلم الدقيق والجليل، خلافا لما عليه الفلاسفة قالوا يعلم الجليل ولا يعلم القليل. واضح؟ أرادوا أن ينزهوا علم الله عن علم الجزئيات الصغيرة بعقلهم، فنسبوا إليه عدم العلم بطريقة أخرى. لازم من عدم علمه. فهمت؟ وعشان كده قال لك إيه؟ قال لك يعلم الجزئيات والكليات والبواطن والأسرار وكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والطاهر أي المنزه من الأدناس، والقدوس المنزه عن تنزيه المنزه أي فوق إدراك العقول، أي تقدس عن تنزيه المنزه وتصوير المتصور، لأنه في مرتبة الإطلاق، والإطلاق لا يقبل القيود، والعقل لا يتصور إلا المقيد، والله في مرتبة المطلق. لذلك سلم تسلم، والعجز عن الإدراك هو عين الإدراك. وعشان كده النبي قال ايه؟ كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. والبال اللي هو الخيال، والخيال اوسع شيء يملكه الانسان، الخيال مفيش اوسع من عالم الخيال. وبالرغم من كده الله حتى وراء هذا الخيال. فهمت ازاي؟ لان الخيال برضه مقيد، العقل بيقيد، والله لا يتقيد بقيد. والرب الذي قام بربوبية الأكوان كلها فهو رب العالمين، خالقها ورباها وأعانها واعتنى بها وأمدها ولا يغفل عنها. وعشان كده قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما من ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة، شوف حتى الحب، في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف بيرد على الفلاسفة اللي هو بيقول يعلم الكليات ما يعرفش الجزئيات، فرد عليهم بالآيات دي. فهمت؟ عشان لما تيجي تقرا الآيات تعرف إن من وراها إيه؟ دحض شبهات اتألف فيها مؤلفات كتيرة جدا. فهمت؟ والعلي المتعالي عن كل وصف لا يليق به، فهو العلي مرتبة ومقاما لا مكانا وتحيزا يا وهابي. فهم قالوا الطاهر أو الظاهر، فهو ظاهر فوق كل شيء كما أنه باطن دون كل شيء بغير اتصال ولا انفصال أو جهات. قول المصنف منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفه. منزه عن الحلول، لأن الحلول معناه الانتقال، والانتقال معناه الحدوث والتغير، مش كده؟ هي منزه عن الحلول والجهة، لأن الجهة معناه أنه موجود في جهة غائب في جهة، وربنا بيقول والله بكل شيء محيط، يقول وهو معكم أينما كنتم. فهمت؟
والاتصال والانفصال، لأنه لو كان متصلا لكان إيه؟ لكان له نوع إيه؟ نوع تجانس. ما أنت مش هتتصل إلا بجنسك. فهمت؟ ومستحيل يبقى في نوع من الإيه؟ من الاتصال، وكذلك مش منفصل. لا يوصف بالاتصال ولا بالانفصال. إنما يوصف بإيه؟ ليس كمثله شيء. لا يتصور. إذا كانت روحك اللي هي مخلوقة ما تقدرش تقول ان هي حلة في كل جسدك ولا هي منفصلة عن كل جسدك. فهمت بقى؟ وهي روحك مخلوقة ايه؟ لانها لو كانت حلة في كل الجسد لنقصت بانتقاص بعض اجزاء الجسد لو قطعت. لكن الانسان يعمل يحصل له حادثة يتقطع منه بعض الاطراف ويعمل عملية يتشال منه بعض الاجزاء وقبل الحادثة وبعد الحادثة يحس ان روحه زي ما هي كاملة. ما تغيرش. يبقى الروح ملهاش علاقة ايه بالجسد اتصالا، وفي نفس الوقت لها نوع اتصال بس بغير اتصال حقيقي، يعني بغير حلول. هي متصلة بغير حلول، لأنها لو حلت معناه تنقص بقطع هذا العضو، مش كده برضو؟ إذا كانت الروح مخلوقة وهي متصلة منفصلة في آن واحد، ودي مخلوقة، فما بال الخالق يبقى ايه؟ فهمت؟ فربنا خلق لك حاجة أنت عايش بيها وفيها، ولا تقدر تمسكها ولا تقدر يقول هي متصلة بيا ولا منفصلة. وفي نفس الوقت هي أقرب لكل عضو فيك في كل لحظة. وفي نفس الوقت منزهة عن تكون حلة في هذا العضو. لأن العضو ده ممكن يمرض وممكن يتقطع وممكن يحصل له اللي يحصل له، وتفضل أنت حاسس إن روحك زي ما هي ما نقصتش. مش كده برضه؟ فإذا كانت الروح مخلوقة فيها هذا، لا متصلة ولا منفصلة، لكنها بالرغم من كده موجودة، لأن لو مش موجودة ما كانتش اتحركت ولا اتكلمت. يبقى في حاجة ربنا خلقها موجودة وهي روح كل مخلوق، لا توصف بالاتصال والانفصال. فإزاي بقى ما تقدرش أنت تتصور إن الله من باب أولى ألا يوصف إيه؟ بالاتصال والانفصال. فهو موجود بغير اتصال وبغير انفصال، يعني هو قريب في بعده بعيد في قربه. الله الله. والسفه، ومنزع عن السفه. السفه اللي هو ايه؟ يعني عدم وجود حكمه في تدبيره. السفيه يعمل ايه؟ يتصرف تصرفات غير حكيمه غير مبرره، يبقى اسمه سفيه. لكن الله حكيم مدبر، منزع عن أن يكون سفيه سبحانه وتعالى، لأنه حكيم مدبر وعليم. فطالما عليم وحكيم يستحيل العليم الحكيم يبقى سفيه. واضح؟ عشان كده قال لك إيه؟ منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والسفة. منزع عن الحلول لأنه لو حل كان جسما عرضا، ولو كان عرضا لاحتاج لشيء يظهر فيه، ولو كان جسما لاحتاج لحيز يحل فيه. العرض اللي هي ايه؟ اللي هي العلامة اللي بتظهر في الجسم، تقول الجسم ده أحمر أصفر أخضر تقيل خفيف، دي اسمها الأعراض. فهمت؟ فالأعراض ضعيفة محتاجة جسم عشان تظهر فيه. يعني محتاجين عشان أشوف السفرة محتاج إيه؟ محتاج إيه؟ الوردة. ورقة الوردة عشان الوردة دي صفرة، محتاج ورقة الوردة عشان أوصفها بالصفرة أو الحمرة. يبقى العرض يحل في إيه؟ في الأجسام حتى يميزها. والجسم يحل في الحيز. فالعرض ضعيف لافتقاره لمحل الظهور، والجسم ضعيف فقير لافتقاره للحيز ولافتقاره لأجزائه، وبالتالي يستحيل أن يكون الله جسما أو عرض، لأن العرض مفتقر والجسم مفتقر والله مستغني. فهمت بقى؟ لأنه لو حل كان جسما عرضا، ولو كان عرضا لاحتاج لشيء يظهر فيه، ولو كان جسما لاحتاج لحيز يحل فيه، وهذا محال في حقه تعالى.
كالمحبة، فالمحبة عرض تحتاج لقلب لتحل فيه، لذلك نقول الله رحيم ولا نقول الله رحمة، لأن الرحمة عرض. فهمت؟ لأن الرحمة عرض، وأهل السنة يقولون الله ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض. ليس بجوهر لأن الجوهر يفتقر للحيز، ولا جسم لأن الجسم يفتقر للحيز ويفتقر لأعضائه وأجزائه، ولا عرض لأن العرض يفتقر لمكان يحل فيه كالألوان وغيرها. والنصارى قالوا إن الله حل في مريم وظهر في سورة عيسى، وهذا كفر. ومن قال أن الله في السماء فقد جعله في مكان، وهذا أيضا كفر. وانت عارف مين اللي بيقولوا كده؟ اللي قال ربنا حل في عيسى وعيسى جسم، زي اللي قال ربنا حل في السماء والسماء برضو جسم. ايه الفرق؟ فاهم؟ فوقعوا مما كفروا به النصارى، وقعوا في ايه؟ فيما كفروا بسببه النصارى، هم وقعوا فيه بسبب جهلهم. واضح؟ لانه اذا كان هو في السماء بمعنى حل فيها، طب اين كان قبل خلق السماء؟ عشان يحلوا الازمه دي قال لك ما هو ايه؟ ما هي العوالم قديمه بالنوع. شفت بقى رجل كلام الفلاسفه؟ ما هو السماء دي في سماوات كده قديمه بالنوع، سماوات 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 قبل السماء الدنيا، فهو حل في هذه السماء، وكل ما تيجي تفنى سماء يحل في سماء ثانيه، يعني السماء دي موجوده معاه مختلفه بالايه؟ بالذات متحده في النوع. شفت كلامهم؟ عشان يقولوا ايه؟ يقولوا ان الله سبحانه وتعالى العوالم قديمه معه بالنوع لا بالذات، عشان يثبتوا ان حل في المكان. وعشان كده ابن تيميه لما قال ان هو في السماء قبلها اي الكلام كفر برضه، ان ايه؟ ان العوالم موجوده معه منذ القدم. فهمت؟ والمين اللي ماشي ورا ابن تيميه في هذه المسائل؟ الوهابيه، لان نبيهم ابن تيميه، ده نبيهم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وابن تيميه مبلغ عن الله. ده الدين الوهابي، هو ده الدين الوهابي. والنصارى قالوا إن الله حل في مريم وظهر في سورة عيسى، وهذا كفر. ومن قال أن الله في السماء فقد جعله في مكان، وهذا أيضا كفر. فالله عز وجل لا يحل في شيء إذ ليس معه شيء، بل كل شيء به وليس معه. شفت بقى؟ الجهة، لأن الجهة حيز، مش هو منزع الحلول والجهة؟ الجهة لأن الجهة حيز، والحيز مكان، والمكان مخلوق. والله كان قبل المكان وهو معكم أينما كنتم، فأينما تولوا فتم وجه الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولذلك قالوا إن معراج سيدنا يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، ومعراج نبينا كان عند سدرة المنتهى. يعني أن سيدنا يونس عليه السلام عندما أراد الله عز وجل أن يبين له قربه ومكانته وعنايته به، تجلى عليه بصفة القرب وهو في بطن الحوت وفي ظلمات البحار، فكان أقرب ما يكون لربه من حيث المكانة، لذلك استجاب له: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا لك ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعد سدرة المنتهى وقرب الله عز وجل سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت كقربه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام قاب قوسين أو أدنى، لأن القرب مش مسافات. فهمت؟ ولو كان القرب مسافات يبقى أقرب ما يكون العبد من ربي وهو فوق الجبل، لكن النبي قال أقرب ما يكون العبد من ربي وهو إيه؟ وهو ساجد منخفض، يبقى القرب ما مش مكان، والا كنا كلنا عندنا دعوه عايزين نستجيبها نطلع فوق الهرم، زي ما فرعون قال كده: ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. يعني فرعون
اعتقاده في الله كاعتقاد الوهابية في الله. ما بيقول له ابني ليه صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اصل ربنا في السماء، اعمل لي صرح عالي قوي كده عشان اطلع يمكن اشوف اله موسى قاعد بيعمل ايه دلوقتي، يشوف غباوه الفرعونيه. يبقى نفس الحكايه اللي وقع فيها فرعون وقع فيها ابن التيميه وايه وابن باز وابن عثيمين وابن ابي جهل. شفت بقى، شفت غروكوا ازاي بالغطر والجلباب البيض واللحى والسواك والمسك والمظاهر الكذابة الخداعة، وقالوا لك هم أهل السنة والجماعة وهم أهل الضلالة. شفت بقى يا سيدي، فالله سبحانه من حيث القرب منهما سواء، يعني قرب الله لسيدنا يونس وهو في بطن الحوت في بطن البحر زي بالضبط قربه من رسول الله وهو في أعلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى عند إيه مقام قاب قوسين أو أدنى. فهمت بقى؟ لأنه لا جهة له سبحانه، وإلا لقلنا إذا أردت أن يستجاب لك فاصعد إلى جبل أو برج عال، ولكن الأمر ليس ذلك، فتدعو الله وأنت نائم وأنت في الكهف وفي الخندق فتقول يا رب يسمعك ويستجيب لك. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولو كان جهة لوجب أن يدعو وهو قائم، فالمسألة لم تكن مسألة جهة. إذن فهو قرب مكانة وقرب قبول وقرب تجل وهو ساجد، لأنك كلما تحققت بالعبودية تقربت من مقام الربوبية، فإذا تحققت بالعجز أقدرك، وإذا تحققت بالجهل علمك، وإذا تحققت بالفقر أغناك، وهكذا. إذا اتصفت بوصفك يغطيك بوصف. واضح؟ قول المصنف والاتصال والانفصال، يعني ما زال منزه عن الاتصال والانفصال، فهو عز وجل أقرب إليك منك وأقرب إليك من حبل الوريد، ولا تستطيع أن تقول اتصل أو انفصل، لأن الاتصال والانفصال حقيقة الأجسام. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهمت؟ مثال ذلك، الله خلق لك الروح فلا تستطيع أن تعرف أين هي في جسمك، فأنت تشعر بألم في إصبع قدمك إذا خدش، وتشعر بألم رأسك إذا ضرب. أين الروح إذن؟ في قدمك أو رأسك أو ذراعك وهكذا، ولا تستطيع أن تقول إنها متلبسة في الجسم كله، لأنها لو قطعت رجل المريض لا يشعر بنقص في روحه، وهناك دليل أنها لم تكن حالة بالأجزاء التي قطعت، لأنها لو كانت حالة لشعر بالنقص عند قطع العضو. إذن الروح لا توصف بأنها متصلة ولا منفصلة، وهذه مخلوقة، وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تنفي وجودها وهي مخلوقة. وكذلك الله عز وجل مع الأكوان لا يوصف باتصال ولا انفصال ولا تستطيع نفي وجوده، ولذا دلنا سبحانه على هذا فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا قالوا من عرف نفسه عرف ربه. مثال آخر، صورتك وأنت أمام المرآة، إذا سئلت من هذا الذي ظهر في المرآة تقول أنا، يقولون أهذا أنت؟ تقول لا، ليس أنا حقيقة، بل هذه صورتي بغير اتصال بالمرآة ولا انفصال، يعني أنا وليس أنا. مش كده برضو؟ صورتك في المرآة هي أنت وليست أنت، صح ولا لا؟ لأن أنا ممكن أروح كسر المرآة وأنت ما تتعورش، صح ولا لا؟ يبقى أنا كده إيه أصبت الصورة مش الذات. طب هل أنت حليت في المراية؟ هل في اتصال بينك وبينها حبل؟ جابوا لك سلك كده عشان يبقى في اتصال؟ أو حتى ريموت كنترول عشان تظهر؟ يبقى لا أنت متصل ولا منفصل، ولم تنتقل فتحل فيها، وبرغم من ذلك أنت فيها، ففيها بغير حلول ولا اتصال ولا انفصال، فأنت في المرآة
دون أن تتصل وتنفصل. والمرآة هي الأكوان، مرايا الصفات، فالله موجود فيها دون أن يحل فيها. فهمت؟ مثال بديهولك بس، زي إيه؟ زي التلجة، المية في التلج فين؟ فين المية اللي في التلج؟ لابد يبقى في التلج مية، لكن فين المية اللي في التلج؟ مش باين. يعني لا تستطيع تنكر وجود الماء في الثلج، ولا تستطيع تثبت وجود الماء في التلج. فهمت؟ فهو موجود غير مرئي، كما أن الله معكم أينما كنتم ولا ترى بالحس. فهمت بقى؟ دي كلها أمثلة في الكون عشان تعرف إزاي تقربها لابنك. أما يقول لك هو فين بابا؟ فين ربنا يا بابا؟ الطفل بيسأل، والطفل عايز يشوف حاجة قدامه يحسها. يقوم أنت تدي له المثال، هي فين روحك يا ابني اللي هي بتحركك؟ فهمت؟ يقول لك مش عارف. تقوم تقول له زي ما روحك بتحركك وانت مش شايفها، ربنا هو ايه؟ هو الذي يحرك الاكوان واحنا مش شايفين. فاهم؟ يقوم ايه يفهم على طول ان الله بكل شيء محيط. فاهم؟ مثال اخر، صورتك وانت امام المرآة اذا سئلت من هذا الذي ظهر في المرآة تقول انا، يقولون اهذا انت؟ تقول لا، ليس أنا حقيقة، بل هذه صورتي بغير اتصال بالمرآة ولا انفصال ولا حلول فيها. ولا أنت نطيت دخلت جواها؟ ما دخلتش جواها. فالمراية دي خلق عظيم ربنا خلقه عشان به تدرك أثر الصفات في الأكوان مع وجود الصفة دون أن تحل في الكون. الله أكبر. شفت؟ يعني أنا وليس أنا، فلا تثبت ولا تنفي، فاجتمع فيها النفي والإثبات، لأنه لا يوجد اتصال ولا انفصال. ولو انكسرت المرآة تتشوه صورتك، ولكنك لا تتأذى، وهذا الأمر حصل معك وأنت مخلوق، فما بالك بالخالق وهو معكم أينما كنتم. يقبل الاتصال والانفصال. يقول المصنف والسفه وهو معكم أينما كنتم، يعني إيه؟ عند يقبل دي تقول لا يقبل الاتصال، حط لا أحلى، لا يقبل الاتصال والانفصال. وممكن نقول يقبل الاتصال من غير لا، على أساس يقبل الاتصال والانفصال بآثار صفاته لا بإيه؟ بحقيقة ذاته. يعني تنفع تفهمها كده وتفهمها كده، واضح؟ يقول المصنف والسفه، فالحكمة تقارن فعله لأنه حكيم، والحكمة تقتضي عدم السفه. وفي طبعة أخرى الصفة مكان السفه، والصفة يقصد بها الصورة، يعني منزه عن الصفة يعني الصورة. في رواية تانية الإيه للخريدة البهية إيه بيقول بدل مكان منزه عن الحلول والجهة والاتصال والانفصال والصفة، مش السفة، ويقصد بالصفة هنا ايه؟ الصورة. فاهم؟ لأن الله لا يتصور، والصفة يقصد بها الصورة، وهو ينفي الصفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن الراجح أنها كلمة السفة. فيما مضى عرفنا ست صفات، خمسة سلبية وواحدة ذاتية نفسية. الذاتية النفسية الوجود، والسلبية التي تسلب نقصا القيام بالذات، القيومية والقدم والبقاء والوحدانية ومخالفة الحوادث، صح؟ وسنأخذ الآن سبع صفات معاني، سبع صفات معاني نأخذهم إن شاء الله ايه بعد شهر ذو الحجة. يبقى احنا هنلتقي ان شاء الله الخميس الاول من شهر محرم، وكل عام وانتم بخير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.